إن شاء الله راح نتكلم عن بعض الأعراض التي تصيب في الجهاز الهضمي. قد يحدث في أي مرحلة من مراحل عملية الهضم اختلال مما يؤدي أعراض إلى أعراض مزعجة، أبرزها وأكثرها شيوعا يعني عسر الهضم الذي يؤدي إلى انتفاخ البطن وإحساس بالانزعاج عام بشكل عام، وآلام غير محددة أو حرقة وغثيان أو سائل حمضي في الفم وتجشع وحرقة وغازات معينة تظهر. ترتبط جميع نوبات عسر الهضم بعامل مشترك واحد وهو الطعام والشراب، ويصاب جميع الناس تقريبا في مرحلة ما بعسر الهضم بعد تناول أطعمة ما يعني مثل الفاصوليا أو الملفوف والحبوب، وكذلك البصل والخيار والمقالي والدهون والبهارات، وأيضا في أنواع من أنواع المشروبات الغازية أيضا، كما يصاب به يعني أولئك الذين يتناولون طعامهم بسرعة أو يأكلون يعني بكميات كبيرة من الطعام المتنوع. أيضا كما أن بعض الآخر يشعر بخزات عسر الهضم عندما يعني يعتريهم القلق أو العصبية أو الاكتئاب. أتمنى أنكم استفدتم من هذا الدرس. كان معكم الباحث خالد من سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.